حاجة محترمة وجميلة وظريفة وعجباني جدا. وزارة الأوقاف بتوجه الشكر للشركة المتحدة. ليه بقى؟ أقولك للجهد اللي بذلته المتحدة في نقل الفعاليات الدينية خلال شهر رمضان المبارك. تيجوا نعرف تفاصيل أكتر؟ تعالوا نرجع لتفاصيل أكتر مع الدكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة ورئيس قناة الناس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف بي، وأهلا بمشاهديك الكرام، وشكرا جزيلا على المداخلة الراقية إن شاء الله. لا شكرا على إيه، لا شكرا على واجب زي ما بتقال يا دكتور. خليني يمكن أفهم من حضرتك أكتر على المجهود اللي بذل من القطاع الديني في الشركة المتحدة لبث هذه الفعاليات الدينية طوال الشهر الكريم، واللي استوجب فيما بعد ذلك الشكر من وزارة الأوقاف. هو طبعا حضرتك زي ما حضرتك عارف السادة المشاهدين إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أساسا هدفها الرئيسي هو بناء الوعي الرشيد في مختلف مجالات الحياة، يعني في مختلف الفن، في مختلف في قطاع المجال الديني، في دراما، في كل القطاعات والمجالات المختلفة في الحياة. الهدف الرئيسي هو بناء الوعي الرشيد. حضرتك الشركة بتعتمد في شغلها على التكامل والتعاون بين قطاعاتها المختلفة. صحيح. وبالتالي أي نتاج كان موجود في شهر رمضان في القطاع الديني كان نتيجة لهذا التكامل وهذا التعاون. حضرتك القطاع الديني نفسه، وده طبعا الشركة بتعتمد من خلال القطاع الديني على تقديم المعلومة الدينية وبيان سماحة الدين الإسلامي والتنوع، والتنوع هذا قيمة في حد ذاته. تقديم المعلومة الدينية بترتكز أو بتعتمد الشركة على تقديمها من خلال المؤسسات الدينية الثلاثة اللي احنا بنجلها وبنقدرها. على رأس هذه المؤسسات علماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، من خلال البرنامج الذي يقدمه في كل شهر رمضان، وكذلك علماء وزارة الأوقاف وعلماء ومفتين دار الإفتاء المصرية، وعلى رأسهم فضيلة المفتي. القطاع حضرتك لما قدم هذه البرامج الدينية كلها، مثلا كان هناك تعاون وثيق بين قنوات الحياة وبين كذلك قناة القاهرة الإخبارية من خلال مراسليها المنتشرين في كل دول العالم، اللي هم بينقلوا من خلال مراسليها بينقلوا ماذا يقدمه علماء مصر وخطبائها وأئمتها في إلقاء الدروس الدينية وإمامة الصلاة وقراءة القرآن والابتهال في مختلف دول العالم، اللي كان بتصل إلى 23 دولة وعددهم كان تقريبا هايل. يزيد عن 88. الحقيقة احنا برضو دي نقطة مهمة قوي، عمر مصر في اي وقت من الاوقات ايا كانت الظروف وايا كانت الاوضاع عمرها ما توقفت عن ارسال بعثات دعوية في مختلف دول العالم. صحيح. وعمر صحيح. الدولة المصرية ما استقبلت ما, 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 ما يعني عمرها ما رفضت استقبال، كانت دايما حريصة على استقبال الطلاب الوافدين اللي بيدرسوا في الأزهر الشريف، واللي بيصل تقريبا عددهم لخمسين ألف وافد بيمثلوا تقريبا عدد 120 دولة أو أكثر. عمر ما مصر أبدا وقفت عن هذا الدعم لمختلف دول العالم. وبالتالي حضرتك احنا حريصين على إبراز هذا الجهد الغير عادي اللي بتقدمه الدولة المصرية لنشر العلم الصحيح ولنشر وسطية الإسلام وسماحة الإسلام وثقافة التنوع وثقافة الاختلاف. صحيح يا دكتور. إن شاء الله البرنامج اللي هو كان مستمر كان موجود في شهر رمضان اللي هو سفراء دولة التلاوة. أيوة. هيستمر إن شاء الله معانا طوال العام
السؤال ليه؟ لأن بطبيعة الحال لا يزال أو هناك باستمرار في بعثات في مفادين من وزارة الأوقاف ومفادين من الأزهر الشريف في مختلف دول العالم طوال العام، إما لتدريس العلوم الشرعية والعربية وإما لإمامة المسجد، إمامة المصلين ولإلقاء خطب الجمعة في المراكز الإسلامية والمساجد في مختلف دول العالم. إحنا بالتأكيد هيكون في نقل إن شاء الله لهذه الجهود ولهذه الفعاليات، ومن بينها مثلا خطبة جمعة لأحد الأئمة اللي بيؤديها في أي مسجد من مساجد العالم أو المراكز الثقافية اللي موجودة في أوروبا وغير أوروبا وأفريقيا بصفة خاصة. السؤال ليه؟ علشان احنا بنقول إن مصر الآن هي مصدر العلم الديني الإسلامي الوسطي المعتدل، وأي حد درس علوم شرعية وعربية على مستوى العالم إن لم هنا يكن درسها في مصر فهو طبعًا درسها عندي هنا على يد أساتذة مصر وعلى يد علماء الأزهر الشريف. الجهد اللي اتعمل ما بين في الحالة دي ما بين وزارة الأوقاف وما بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء زي ما حضرتك ذكرت وما بين الشركة المتحدة كان جهد مهم جدا وكبير جدا وكان ملحوظ جدا، وبيأكد على مسألة الدور المصري في هذا الاتجاه أو في هذا المنحة تحديدا، ألا وهو الإمامة والدعوة والرسالة والفقه اللي بيطلع أو التدريس الفقه على اختلاف ألوان وأشكال وأنواعه من داخل المعاهد والمراكز والكليات المصرية، سواء إذا كانت داخل الأزهر أو في بعض الكليات الأخرى أيضا في بعض الجامعات الأخرى بخلاف جامعة الأزهر. أنا بشكرك جدا يا دكتور، ومش هقولك بس مبروك التكريم، ولكن متوقع جدا وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى في عندنا حاجات أكتر من كده. كل الشكر دكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة ورئيس قناة الناس، وأعتقد يمكن دي أحلى حاجة ممكن نختم بيها النهاردة.